مع انقضاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات بين أطراف النزاع اليمني في عمان، والتي بدأها الطرفان بأمل شبه معدوم للانتهاء من ملف الأسرى، بيّن رئيس الوفد الحوثي في المفاوضات عبد القادر مرتضى أن الوفد قدم اقتراحات من شأنها حلحلة رباط الأسر بالنسبة لهذا الملف والانتهاء منه تدريجيا، إلا أن ما أشار إليه سابقا بشأن المعتقلين في السجون السعودية والإماراتية لا بد من التصريح عنهم قبل أي اتفاق. رأي الوفد الحكومي لم يأتي بالجديد، فرئيسه هادي الهيج أكد صراحة منذ بداية الجولة الجديدة من المفاوضات أن الحرب ما دامت قائمة سيبقى ملف الأسرى مفتوحا. بهذه التصريحات اتفق الطرفان على ألا يتفقا، ليصبح طي صفحة الأسرى صعب المنال وفق المعطيات الحالية، إلا أن اليوم الأخير من هذه المباحثات ربما يأتي بالجديد مع بيانه الختامي غدا.